هنبدا ناخد مجموعه جديده من اوامر التعديل ان شاء الله بعد الجزء اللي اخذناه في الاول ده. هنبدا بقى ناخد امر اسمه فيلت ونشوف الامر بتاع فيلت ده بيعمل ايه. امر اسمه فيلت وتعال نشوف مع بعض الامر بتاع فيلت ده بيعمل ايه. تعال نتخيل مع بعض، تنشيل الحاجات الحلوه الجميله اللي احنا عملناها دي. وتعال بقى كده نتخيل مع بعض حاجه معينه. انا دلوقتي لو عندي ركز بالله عليك معايا، برسم عمود. انا برسم ايه؟ عمود. فالعمود ده كان مثلا 30 تاب 60. ادي عمود ده كده هندسه كام في كام؟ 30 في 60. حلو. فانا العمود ده عايز احط جواه كانه. فاتفقنا ان احنا بنعمل الكانه ازاي؟ هروح واخد العمود وعامل امر اوفست، وناخد الاوفست دي بنص الايه؟ بنص الكفر عشان هي شمال ويمين. فعملت الاوفست كده. يبقى اذا اللي جوه دي هي مين؟ الكانه. هل الكانه في الموقع بيبقى الحواف بتاعتها كده؟ ولا بيبقى واخده كده زي كيرف صغير؟ واخده كيرف صغير كده. طب والكيرف الصغير ده اسمه ايه؟ اسمه فيلت. الكيرف الصغير ده اسمه ايه؟ فيلت. تعال نجرب امر فيلت ده اف اي، واختار الامر اللي اسمه ايه هندسه؟ فيلت. اخترت الضلع ده واخترت الضلع ده. بص كده. عمل حاجه؟ هو بالمناسبة بيعمل فيلت، حتى عشان اثبت لك ان انت لو عندك هنا ده خط اهو، شغل بس القرصه، ده خط اهو هندسه، وده خط تاني اهو. بص كده، لو عايز اقفل الخطين دول على بعض اروح قايل له امر اسمه ايه؟ فيلت، واختار ده واختار ده. حلو الكلام؟ قفلهم، بس ما فيهوش الكيرف اللي انت، لا هو هنا ما فيش كيرف خالص، هنا الكيرف بصفر. حلو. طب انا عايز بقى يعمل ليه الحركه اللي احنا عايزينها، اللي هي بتاعه الكيرف، اللي هي بتاعه الكانه دي. طب اعملها ازاي؟ يبقى فيلت برضو. حلو. واجي من تحت هنا كده واختار كلمه ايه؟ راديوس. حلو الكلام. واختار الراديوس اللي انا عايزه. غالبا المفروض ان الراديوس بتاعها يبقى قد نص قطر السيخ، يعني مثلا لو قطر السيخ 16 مثلا نكتب 16. ولو اخترت ده وده، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ مش هو ده شكل الكانه فعلا بتاعتي؟ تمام. عايز اعمل امر تاني عشان اجيب نفس الامر اللي انا كنت واقف فيه، بندوس ايه؟ سبيس. حلو الكلام. ويقول لي اختار الخط، فاخترت الخط ده والخط ده، فيروح طالع من ايه؟ طالع من الامر تاني. عايز اعمل فيلت، بس المره دي عايز اعمله كبير شويه. فيلت، وقمت رايح على الراديوس، وقمت مختار بدل ما هو 2 قمت عامله كام مثلا؟ 3 من 10، حاجه كده. فيلت ايه؟ عظيمه يعني. وقمت مختار ده ومختار ده. مش راضي ليه حبيبي؟ لازم تختار ابعاد تكون منطقيه بين ايه؟ بالنسبه له. انت بتكلمه اصلا في ضلع قد كده وعايز يعمل فيلت اكبر من الضلع، طب هو هيعمله لك منين؟ صح ولا مش صح؟ يبقى انا هروح اعمل ايه هندسه؟ اروح قايل له فيلت، واروح قايل له راديوس. بلاش يا عم 3 من 10 اللي انا كتبتها دي، احنا كنا كاتبين 2 من 100، خليها مثلا 5 من 100. واروح قايل له لو سمحت هات ده وده. واخد بالك من الفيلت ده والفيلت ده؟ في واحد كبير واحد ايه هندسه؟ صغير. عايز اكرر نفس الامر تاني، انتر، واختار ده واختار ده. صعبه؟ صعبه القصه بتاعت فيلت دي. طب اقول لك حاجه، هو انا يعني كان لازم اعملهم واحده واحده؟ ما ينفعش اروح اعمل فيلت لدول كلهم مره واحده كده؟ ينفع. بص بقى كده، عندي مستطيل اهو، عايز اعمل له كله فيلت مره واحده، عايز اعمل الكنه كلها مره واحده. اهم شرط بالنسبه لي ان هو يبقى بولي لاين. اهم شرط بالنسبه لي ان هو يبقى ايه؟ بولي لاين. طب افرض كان لاين، عشان احول البولي لاين اروح اعمل امر ايه؟ جوين، واروح اعمل فيلت، واروح دايس انتر، واروح اختار مين؟ بولي لاين. بص كده، في ثانيه اتعملت الايه؟ الكان. صعبه؟ صعبه؟ عشان الناس الرخمه بس اعمل قفل الكنه بايدك، عشان هو ما بيعملش قفل كنه حبيبي. هنا كده اهو، اصل انا عارف والله اهي، وما احس بزبوني يعمل ايه؟ مش تبقى مبسوط. خلاص كده هندسه؟ في حد كده عنده اي مشاكل؟ في حد عنده اي مشاكل؟ صعبه العمليه دي؟ في حد كده مش فاهم؟ يبقى انا كده خدت الامر اللي اسمه ايه هندسه؟ الامر اللي اسمه فيلت. الامر اللي اسمه ايه؟ فيلت. يبقى نرجع تاني، احنا اخر حاجه كده اخدناها اللي هو مين؟ الفيلت. امر ليست وامر بروبرتس. احنا قلنا امر ليست ده قبل كده اهو، كان في الفيديو اللي فات. خلاص، هنقول دلوقتي امر ليست وامر ايه يا باشمهندس؟ بروبرتس، عشان عايزين نعرف الفرق ما بينهم. امر ليست والامر بتاع مين؟ بروبرتس. ليست ده انا لو عندي حاجه زي كده ورحت قايل له ليست ورحت دايس انتر، فراح جايب لك مين يا باشمهندس؟ الاريا والايه؟ والبريمتر. صعبه؟ سهل. حلو الكلام. طب لو انا كنت مختار خط
يعني انا جيت رسمت خط، جيت رسمت خط كده هندسه من هنا لهنا، ورحت جايب امر ايه ليست، هيجيب لك ايه الخط ده؟ جاب لي الاحداثيات بتاعه الخط، مش جايب لي الطول والعرض والقصص اللي انا عايز اجيب الطول بتاعه. ما جاتش من ده. اللي بيحل لك القصص دي كلها تمام، امر عظيم، ويمكن ده من اهم الاوامر اللي في الاوتوكاد. امر ايه؟ روبرتس باختصاره ايه؟ ام او. هو كده روبرتس اختصاره ايه؟ ام او. اختصار غريب جدا ملوش اي علاقه بالواقع، ولكن هو روبرتس اختصاره ايه؟ ام او. هتروح داس على ام او ده كده، حلو. اختار بقى اي حاجه في الدنيا هيقول لك الخصائص بتاعتها. بمعنى ان انا لو جيت هنا واخترت ده، انا مختار كده ايه؟ تكست اهو. لو اخترت ده هيروح قايل لك خلي بالك اللي انت جايبه ده تكست ومرسوم باللاير اللي اسمها بيم، واللاين تايب بتاعته كذا، والتكست ده. طب افرض انا، ركز بالله عليك معايا، جيت كتبت تكست والتكست ده كان ماله؟ صغير. نفسي اكبر التكست ازاي؟ سكيل، حلو. او ممكن من بروبرتس، واحنا مش متفقين ان التكست هايت ده هو الارتفاع بتاع التكست؟ مكتوب كام؟ ربع. جيت انا كتبت نص، صح ولا مش صح؟ مش كده اسرع بكتير؟ صح ولا مش صح؟ عايز تعمل ايه؟ طب التكست ده كان نفسي اغير اللون بتاعه، او اغير التكست ستايل. بص كده، بغير مين كده هندسه؟ اغير التكست ستايل اللي انا عايز اعمله، مفيش اي مشاكل. طب انا التكست ده عايز الفه مثلا بزاويه 20 درجه، يبقى انا كل الخصائص اقدر اتحكم فيها منين؟ من البروبرتس. هو ما اشتغلش على التكست بس، ده بيشتغل على اي حاجه. يعني انا مسكت اللاين ده ورحت قايل له ام او، هيروح جايب لي كل الخصائص بتاعت اللاين. بيقول لي خلي بالك ان انت مختار كام اوبجكت، انت مختار اثنين، واحد لاين وواحد ايه؟ تكست، تمام. واحنا بندوس كده تقريبا، دوسنا على ايه؟ على تكست. طيب انا لو قلت له لو عايز تكست بس فيجيب لك الخصائص بتاعت التكست تعدل فيه، لو عايز اللاين بس يجيب لك الخصائص بتاعت اللاين تعدل فيه. اهو مثلا اخترت اللاين وقلت له انا عايزه بدل ما هو في اللاير بتاعت الاكس ودهولي في اللاير بتاعت الرينفورسمنت، فجاه هتلاقيه بقى في اللاير بتاعت مين؟ الرينفورسمنت. وبالتالي هندسه ده مش بس كده، هقول لك حاجه جميله قوي كمان. دي العمدانه اهي، حلو، اللي احنا كنا عاملينها ايه؟ بلوك. تعالى ما نعمل لها لاير ايزوليت كده. دي العمدان يا باشمهندس، خلاص. العمدان دي لو انا طلبت من سيادتك تقول لي دول كام عمود؟ فالو تعددهم، مجرد ما عددتهم كده ورحت دايس ام او وانتر، راح كاتب لي ان دول كام؟ 74 عمود. صعبه؟ لو فتحت من هنا كده قال لك دول، خلي بالك دول عباره عن 11 لاين و63 ايه؟ 63 بول لاين. فانت لازم في الاول كنت تتاكد ان هم كلهم مين هندسه؟ كلهم بولي لاين. وهو عدد البولي لاين هو عدد مين؟ الاعمده. بمعنى ان انا لو راسم مثلا، جيت انا اهو وراسم اهو عمود، حبه حلوين اهم، وقمت جاي مختارهم كده عايز اعرف عددهم، اروح دايس على طول مين؟ ام او. قايل لي كده خلي بالك الاشكال اللي انت مختارها كلها بولي لاين وعددهم 10. صعبه؟ الامر ده مهم جدا 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 جدا. وزي ما قلت لك، لو انت نفسك القصه بتاعت البروبرتس دي تبقى شغاله معاك على طول طول الوقت، يعني ما تقعدش كل شويه تدوس ام عشان تيجي، اروح رايح من تحت كده واشغل البتاع اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ دي كده اسمها السليكشن. لا مش دي، يبقى الثانيه اللي اسمها ايه؟ الكويك بروبرتس. دي اشغلها كده، انا اروح دايس كده على التكست، بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما ادوس على التكست كده راح مطلع لي على طول مين؟ الخصائص. خلي بالك دي الكونتنت، يعني الكلام اللي مكتوب مرسوم باللاير اللي اسمه بيم، تمام، في كذا الستايل بتاعه كذا، الهايت كذا، فانا قمت جايب الهايت كده وكاتبه نص، راح مكبر لي الايه؟ الكلمه. قمت جايب ده وكاتبه 1/10، قام مصغر لي الكلمه. وبالتالي انت تقدر تتعامل مع التكست بمنتهى السهوله ولا لا؟ تتعامل مع التكست بمنتهى السهوله ولا لا؟ طيب ثانية كده نشوف حاجة مع بعض هنقولها في الآخر دي. ماشي. كده احنا وصلنا لأنهي أمر بقى؟ بروبرتس وسيلكت إيه؟ احنا قلنا ليست وبروبرتس، قلنا مين ومين؟ ليست وبروبرتس. فيهم حاجة صعبة؟ في حاجة مش مفهومة؟ نعم. لا
لما احنا بنعمل مين ده؟ مين اللي عامله بولي لاين؟ هو كله بولي لاين اهو. انت قصدك دول؟ اهو جرب كده اهو، عملت ده كده تمام؟ وانت جاي كده وكاتب اهو، اول ما كتبت كده هو راح قايل لك على طول ان هو هيبقى ايه؟ بولي لاين. فوق هو كاتب لك ايه؟ مش هيبقى. مش مشكلة. تمام؟ في حد كده عنده أي مشاكل؟ حد عنده أي مشاكل؟ نخش على الأمر اللي بعد، نخش على الأمر اللي بعد. أنا كده خلصت الأمر بتاع ليست وبروبرتيز، هخش على أمر جميل قوي اسمه سيلكت سيميلر. هخش على أمر جميل قوي اسمه إيه؟ سيلكت سيميلر. جاي أنا هنا تمام؟ اخترت العمود ده. جاي هنا كده اخترت من هندسة العمود ده، البتاعة دي بتضايقني فأنا هشيلها. اللي هي كانت اللي إحنا قلنا عليها مهمة جدا دي، فأنا بتضايقني أنا شخصياً، أنت عايز تسيبها تمام؟ انا اخترت العمود ده ونفسي اعمل ايه؟ عايز اختار كل العمدان. عايز اختار كل العمدان، اختارها ازاي؟ لسه قايل لنا بقى كليك يمين واختار من هنا كده حاجه اسمها سيلكت سيميلر. اختار حاجه هنا اسمها ايه؟ سيلكت سيميلر. راح مختار لي كل العمدان. صعبه؟ يبقى مثلا لو عندي دايمنشن اهو وعايز اختار كل الدايمنشن، كليك يمين واروح قايل له برده ايه؟ سيلكت سيميلر، راح جايب لي الدايمنشن كلها. يبقى ده امر حلو وكويس ولا لا؟ حلو وكويس، بس في مشكله. في مشكله ومشكله كبيره قوي. ان هو ما بيختارش في لوحه واحده. ده بيختار في كل اللوح. يبقى سيلكت سيميلر ده جميل لو انت شغال على مشروع صغير تمام؟ والمشروع ده هو لوحه واحده، فبتقدر تعمل سيلكت سيميلر يختار لك كل الابواب، تعمل سيلكت سيميلر يختار لك كل العمدان، تعمل سيلكت سيميلر يختار لك كل كذا. صح الكلام؟ لكن انا شغال على حاجه كده فيها كذا لوحه، فانا لو عايز مثلا، ركز بالله عليه، لو عايز اخد اللوحه دي، عايز اخد العمود ده تمام؟ عايز اختار الاعمده اللي في اللوحه دي بس، عايز اختار الاعمده اللي فين؟ اللي في اللوحه دي بس. من غير ما اعمل ايزوليت. حلو. يبقى انا هاجي هنا كده الاول اعمل سيلكت سيميلر، بيختار ده وبيختار مين؟ كل اعمده. طب انا عايز اختار بقى في القصه دي في اللوحه دي بس، يبقى نعمل الامر اللي باشمهندس قال عليه اسمه ايه؟ فلتر. ركز ده معايا قوي في الامر بتاع مين؟ فلتر ده. ركز معايا قوي في الامر بتاع مين؟ فلتر ده. اختصاره اف اي تقريبا، صح. واروح دايس مين؟ انتر. فتح لي صفحه فاضيه ما فيهاش اي حاجه اساسا، صفحه فاضيه كده ما فيهاش اي حاجه خالص. انا اروح رايح اقول له ايه؟ add selected object. قايل له ايه هندسه؟ add selected object. حلو. وبعد ما اقول له add selected object اروح جاي على اي عمود اروح مختار العمود ده. حلو الكلام؟ انت نفسك تختار تمام من اللوحه دي كل العمدان. نفسك تختار من اللوحه دي كل العمدان. فاول ما اخترت عمود، ركز بالله عليك معايا، اول ما اخترت عمود راح جايب لي ايه يا باشمهندس؟ كل الخصائص ايه؟ بتاعته. ما عليك غير ان انت تروح دايس ابلاي وتروح معلم على اللوحه دي كلها كده، هيروح مختار لك كل الاعمده اللي فيها. تاني تاني ايه؟ ممكن صح صح. ما حدش تاني، هنرجع نقول النقطه دي. الاوتوكاد ممكن انت تعمل اول الطريقه وانا اعمل الطريقه. انا بقول لك بس ده اوبشن زياده، ممكن فعلا اخد اللوحه بره واعمل سيلكت سيلكت. لا مين قال؟ مين قال؟ ده بص كده العمود ده مختلف عن العمود ده، مختلف عن العمود ده. عشان بولي لاين وعشان تمام كمان معمولين القصه بتاع نفس الايه؟ نفس اللاير. حلو الكلام؟ طب انا عايز اختار مثلا حاجه ثانيه، هقول لك حاجه. عايز اختار من هنا التكست بس، ركز بالله عليك معايا. ينفع اروح جاي كده اعمل امر فلتر، ركز عشان تفهم الامر كويس. اول حاجه بيبقى جايب لك البيانات القديمه، هتروح عامل فيها ايه؟ كلير ليست، يمسح كل حاجه. وبعدين اروح قايل له اد سيلكتد اوبجكتس واروح مختار عين مثلا. كده انا قصدي اختار، انا عايز يختار مين؟ كل التكست. واروح دايس ابلاي ومختار دول كده. هل هيختار لي كل التكست؟ واخد بالك؟ ولا حاجه. ولا حاجه، ما اختارش اي حاجه اساسا. هو نفس الحرف اللي انت اخترته هو اللي مختاره. الله، طب ما هي كانت نافعه مع الاعمده هندسه. يعني انا دلوقتي عايز اعمل امر فلتر، عايز اختار كل الحاجات اللي اسمها مثلا عين،
حلو الكلام؟ او عايز اختار كل التكست يا سيدي، خليني اسهلها، عايز اختار كل التكست. طب اختار كل التكست ازاي؟ ما انا اهو جيت بالامر بتاع فلتر اللي الباشمهندس قال عليه، وعملت كلير ليست، وقمت قايل له اد سيلكتد اوبجكت، ومختار مثلا حرف اهو، تمام، ورحت قايل له ابلاي، وجيت اخترت اللوحه كلها زي ما الباشمهندس قال، تمام، ما اختارليش غير الحرف اللي انا كنت اصلا مختاره. طب ليه بقى؟ ليه؟ تعال نرجع تاني، علاش علاقه بالقصه الفلانيه. انت عارف هو بيختار على اساس ايه؟ بيختار من اللوحه دي على اساس ايه؟ على اساس الخصائص اللي انت كتبتها فوق دي. حلو الكلام؟ طب تعال بص على الخصائص دي، اللير. فلو انت عايزه يختار كل اللي في اللير، كل اللي في اللير دي، كل اللي هتعمله ان انت هتيجي على الخصائص اللي تحت دي كلها وتعمل فيها ايه؟ ديليت، واقول له كده اختار لي من اللوحه دي الحاجات اللي هي نفس اللير بتاعت البتاع اللي انا ايه؟ اخترته اهو، عشان تبقى انت فاهم انا بقول لك ايه اهو. لو جيت انا عملت كده كل دول ديليت، انا كده كاني بقول له ايه؟ اختار لي من اللوحه دي الحاجات اللي معموله ايه؟ تكست، ومين تاني؟ وباللير اللي اسمها ايه؟ بي اهو. ومجرد ما هقول له ابلاي والمفروض اجي اختار كده، يروح مختار لي ايه بالله؟ يا سلام، فهمت؟ فهمت؟ فهمت ولا ما اتفهمتش؟ تاني كمان مرة بقى ونصعبها شوية، تاني كمان مرة ونصعبها شوية. هو هنا كده اختار الكف والعين، أنا عايز يختار الكف بس، عايز يختار الكف بس، مش ما تختار ليش الكف والعين. ينفع؟ قال لك ينفع، بس هتحتاج مننا شوية مجهود. أروح جاي كده عامل فلتر كلير ليست، وأروح قايل له اد سيلكتد أوبجكت، وقمت مختار مثلا إيه؟ العين. عايز اختار العين انا يا سيدي، عادي، حلو الكلام. واروح قايل له الخصائص اللي فوق دي التكست، انا عايز الحاجه اللي انا اختارها تبقى تكست، وعايز اللير بتاعتها تبقى بيم، وعايز كذا، وعايز الكلر بتاعها يبقى وايت. تكست بوزيشن، تكست بوزيشن دي طول ما هي موجوده قدامك مهما تختار اي حاجه مش هيختار لك حاجه. ليه؟ تكست بوزيشن دي اللي هي الاحداثيات اكس وواي وزد. هل في اي نقطه ثانيه اصلا هيبقى ليها نفس الاحداثيات؟ فانت كده بتقول له ايه؟ ما تختارليش غير الحاجه اللي ليها الاحداثيات الفلانيه، فمفيش غير دي، وبالتالي مش هيختار لك اي حاجه غير دي. فدي لازم نعمل فيها ايه؟ نمسحها. حلو؟ تمام، عندي ايه تاني؟ عندي التكست هايت اسيبها، التكست روتيشن تمام سيبها برضه، التكست مش عارف ستايل النومينال فاكتور، كل الكلام ده مش فارق معايا. انا عشان عايزه يختار، ركز بالله عليك، عشان عايزه انا يختار، انا عملت ايه؟ انا عشان عايزه يختار الحاجات اللي مكتوب عليها حرف الايه، احنا قلنا حرف اللي بنختاره العين بس، يبقى لازم التكست فاليو اخليها زي ما هي كده. لو مسحت التكست فاليو هيختار العين والكاف. اليو دي بالمناسبه هي الموازيه لحرف العين، اليو دي هي الموازيه لحرف العين، يعني اليو دي هي العين يعني. حلو الكلام. فانا لو جيت كده رحت قايل له ابلاي، وقمت جاي مختار اللوحه دي كلها، المفروض ما يختارليش منها غير مينو. سلام. ايوه بتاع كل يوم. صعبه؟ صعبه؟ حد فيكم مش فاهم؟ حد فيكم مش فاهم؟ يبقى احنا بنعرف نعمل دلوقتي في حاجات كتير في الاوتوكاد ولا بنعرف؟ تاني؟ تاني. بص يا سيدي، تعال نختار مثلا وليكن دي 3.16 على 20 سنتي. حلو الكلام. فاروح انا جاي كده كاتب فلتر، راح جايب لي الخصائص بتاعتها، همسح ايه من هنا؟ همسح كل حاجه تمام. اهم لا انا كده لسه كلير ليست، واروح قايل له اد سيلكتد اوبجكت واختار دي، يروح جايب لي الخصائص بتاعتها. اهم حاجه امسحها يمين تكست بوزيشن، قمت ماسح التكست بوزيشن. الفاليو انت عايزه يختار الحاجه اللي مكتوبه بالقصه دي صح؟ يبقى انا ايه؟ اسيف بس كده، بس كده. انا كده هخليه يختار لي من اللوحه دي كل الحاجات اللي مكتوب عليها 3.16 كل 20 سنتي دي. لو علمت كده هيروح مختار لي ايه بقى؟ الحاجات اللي مكتوبه عليها 3.16، احنا تقريبا خرجنا الامر تمام، هيختار لك الحاجات اللي مكتوب عليها 3.16 كل ايه؟ 20 ايه سنتي. يبقى هو القصه بتاعت فلتر دي معتمده على ايه في الاول وفي الاخر؟ على الخصائص. حدد الخصائص اللي انت عايز على الاساس بتاعها تختار، فيروح مختار لك على اساس الخصائص اللي انت عايزها بالظبط. حلو؟ اهم حاجه في الخصائص تمام انك انت تمسح بس دايما مين؟ التكست بوزيشن. تكست ايه؟ بوزيشن. انت كمان يعني خلي بالك ممكن تتحكم مش بس في كده، يعني انا مثلا في حرف عين مكتوب كده، وكان في حرف عين مكتوب الناحيه الثانيه معمول له روتيت، ومش عايزه يختار حرف العين اللي معمول له روتيت، يعني عايز تختار حرف العين اللي كان مكتوب راسي،
مش اللي مكتوب افقي. ينفع؟ اه عادي. فلتر تمام كلير ليست اد سيلكتد اوبجكت، واخترت العين واروح ماسح التكست بوزيشن اقول له ديليت، وهتلاقي واحده خاصه بمين؟ بالروتيشن، تكست روتيشن، واقول له ديليت. كده هيختار لي ايه الحاجات على اساس بقى انت عايزها فيها روتيشن ولا ما فيهاش روتيشن. وممكن تختار على اساس تكست هايت، انت عايز الكلام الكبير بس او الكلام الصغير بس. فانت تقدر تقدر بمنتهى السهوله تحدد الحاجات الاساسيه اللي انت عايز تختارها على اساسها، وبناء عليه تختار. في حد عنده اي مشاكل؟ في حد مش فاهم الامر اللي احنا شرحناه ده؟ تمام. يبقى انا كده وصلت مع سيادتك، خدنا الامر بروبرتيز، خدنا الامر سيلكت سيميلر، وخدنا الامر اللي اسمه ايه؟ فلتر. يبقى بروبرتيز سيلكت سيميلر وفلتر. بالنسبه للسيلكشن سايكل والكويك بروبرتيز دول عرفنا بنشغلهم ازاي ولا لا؟ دول اللي هم اللي تحت. وامر فلتر ده كمان خدناه، ما خدناش درو اوردرز، ما خدناش درو اوردر. تعالى كده نشوف القصه بتاعه درو اوردر دي، ركز كده معايا. جيت انا رسمت خط احمر، وفوق الخط الاحمر ترسم خط بنفسجي، تمام؟ مين اللي فوق؟ انا عايز الاحمر، انا عايز الاحمر يبقى هو اللي فوق مش البنفسجي. ينفع؟ قال لك اه. تروح دايس عليه على الخط كده، كليك يمين، تختار لي من هنا حاجه كده اسمها درو اوردر، وتقول له ايه؟ سند. ايه؟ سند تو باك، ارجع ورا. يروح راجع ايه؟ ورا. تاني اختار من هنا كده، كليك يمين، وراح قايل له هندسه درو اوردر، تمام؟ وراح قايل له ايه؟ سند تو باك، يطلع قدام. هو ما بيتغيروا بس عشان الالوان مش واضحه قدامك يعني. هو خلينا ارسم، احاول ارسم بالوان واضحه شويه. خلينا مثلا احمر واصفر، اخضر واحمر، ماشي. ادي احمر اهو، وادي اخضر، كده الابيض اللي فوق. عايز ترجع الابيض لورا، يبقى كليك يمين درو اوردر، تمام؟ وتقول له ايه؟ سند تو باك. بقى الاحمر اللي فوق. ايه لازمتها؟ العمليه ما بتبقاش بالسهوله اللي احنا فيها دي، تمام؟ والقصه كلها ان انت ممكن تبقى مثلا حاجه عامله كده، واحنا عايزين بقى نمسح الخط الاحمر اللي انت اصلا مش شايفه. فانت كده عشان تمسح الخط الاحمر مش هتبقى شايفه خالص. ليها حل تاني غير اللي احنا قلناها دي، اللي هي البتاع اللي احنا كنا شغلناها من تحت، مش الكويك بروبرتيز، اللي هي ايه؟ السلكشن. هي دي؟ تمام؟ لو دوست كده راح محدد لي انت عايز البولي لاين ولا اللاين. البولي لاين انا اقول له انا عايز اللاين، واروح عامل اللاين ديليت. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يبقى درو اوردر ده شغال، والامر الثاني هو كمان ايه؟ شغال. صعبه؟ في حد فيكم مش فاهم؟ حد عايز نعيد اي حاجه ثانيه؟ يبقى احنا كده خلصنا كمان الامر بتاع مين؟ خدنا الدرو اوردر، خدنا السلكشن سايكل، خدنا الكويك بروبرتيز، وخدنا الفلتر. تعالى ناخد الامر ده واللي انا بقى بعتبره اهم امر، زي كلهم كده، تمام؟ كلهم اهم امر. ده بس ده مهم جدا. بص يا سيدي، عندي اللوحه دي، عندي اللوحه دي مكتوب فيها ايه؟ عين. حلو الكلام. فانا عايز اعرف في كام عين عندي، في كام عين من الـ من الـ من القصه دي، كام حرف عين مثلا مكتوب، تمام؟ فاروح جاي كده ضغط عليها الدبل كليك، ضغط عليها دبل كليك واخدها ايه؟ كوبي. ضغط عليها دبل كليك واخدها ايه؟ كوبي. طبعا زي ما انت شايف كده، وكده البرنامج مهنج. بس انا عشان ادوس عليها دبل كليك واخدها كوبي مش نافع. يعني ادوس له كنترول ايه مثلا وكوبي مش نافع. دليل على كده انت لو جيت حطيتها كده كنترول في مش اللي انا عايزه. انا نفسي الكلام ده، نفسي الكلام اللي قدامي ده يظهر لي في دايلوج بوكس. عارف الدايلوج بوكس اللي هو زي بتاع اللي بتكتب فيها الموبايل؟ هتشوفه. هنكتب الامر ده اسمه دي تكستد، امر اسمه ايه؟ دي تكست. لو دوست انتر. حلو الكلام. مظبوط على كام هو؟
اتنين، هتظبطه على كام انت؟ واحد. تروح دايس انتر، اضغط كده يروح ظاهر لك ايه؟ هو ده الدايلوج بوكس اللي هو زي بتاع التكست كده اللي بتكتب فيه، فتقدر تكتب فيه اي حاجه انت عايزها. حلو الكلام؟ فانا عايز اخد الحرف ده كوبي، فانا كده خلاص بقيت واخده كوبي ايه؟ بمنتهى السهوله. صعبه؟ اروح قايل له امر اسمه فايند، يبقى انا شرحت دلوقتي امر اسمه دي تكستد، صح الكلام؟ دلوقتي بشرح امر اسمه ايه؟ فايند. فبيقول لك فايند وات، انت عايز تبحث عن ايه؟ فلو دوست كده كنترول في اقول له ابحث لي عن حرف الايه؟ حرف العين. كل ما بدوس على كلمه فايند هيجيب لي ايه؟ الحرف. ادوس على كلمه فايند يجيب لي الحرف، اجيب لي ادوس على كلمه فايند يجيب لي الحرف، وهكذا هيفضل يمشي معاك في اللوحه واحده واحده لحد ما يجيب لك ايه؟ كل الايه هندسه، كل الحروف اللي انت عايزه. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طب هستفيد منه ايه؟ يعني انا ايه اللي بخليه بدور على حرف العين؟ مش انا هقول لك حاجه، بص انا دلوقتي مثلا عندي دي كده، كان انا بعمل تسليح، دي بلاطه فلات سلاب وكنت بعمل لها التسليح بتاعها، فالبلاطه الفلات سلاب كان تسليحها 6×16 لكل 20 سم، انا بقى افهم بتاعت ايه وبيتعمل ازاي وكل القصه دي بعدين. حلو؟ المهم ان انا بعد ما عملت التسليح ده اكتشفت ان التسليح ده انسيف. حلو؟ فانا عايز اغير كل التسليح اللي مكتوب عليه 6×16 لكل 20 سم، تمام؟ هخليه بدل ما هو 6×16 هنخليه 6×18. ده اللي مطلوب مني. وعايز اغير الكلام ده، تمام؟ في كل اللوحات. اي لوحه انا كنت كاتب فيها 6×16 انا عايز اتحول ل 6×18. الخطوات دي هتتعمل ازاي؟ اول حاجه هتضغط على التكست وتروح واخده ايه قلنا؟ كوبي. صعبه؟ صعبه؟ ضغطت على التكست وخدته ايه؟ كوبي. في حاجه دي؟ اروح دايس على كلمه فايند. بيقول لك فايند وات؟ اروح دايس كنترول في، اقول له ابحث لي عن الكلام ده. واروح قايل له ايه؟ فايند، فهيبدا ايه؟ يدور. فايند يبدا يدور، فايند يبدا يدور، وهكذا هندسه يبدا يدور عليهم ايه؟ يدور عليهم كلهم واحده واحده. بعد كده اروح قايل له ايه؟ ريبليس، عايز تريبليس بايه؟ بدل ما هي 6×12 اخليها مثلا 6×18، واروح قايل له ريبليس اول، فيبدا يغير الريبليس ايه؟ الريبليس اول، بس هو كاتب لك اصلا زيرو ايه؟ زيرو ماتش، يعني هو اصلا ما كانش لاقى حاجه، ما لقاش منها. طيب نجرب تاني عشان عايزين ايه؟ عايزين نشغلها. خلينا نجيب حاجه تكون اسهل من كده شويه. بص يا سيدي، ادي كده ده التسليح كام؟ التسليح اللي مكتوب كده T10×20. حلو الكلام؟ يعني ايه T10×20 دي؟ يعني ايه؟ قطر 10 كل 20 ايه؟ سنتي. قطر 10 كل 20 سنتي. فانا عايزها تبقى قطر 12 كل 20 سنتي. فانا هروح واخد دي كده زي ما اتعلمنا، واروح واخدها كنترول سي، واروح قايل له اوكي، واكتب امر فايند، واروح قايل له ابحث لي عنها، واقول له فاين، فيبدا يبحث، يبدا يبحث عنها، تمام؟ فانا لو عايز اعرف هم كام واحده من الاخر، شايف السهم ده؟ دوس على العلامه اللي فوقيه. حلو؟ وروح قايل له يا هندسه فايند، فيروح جايبهم لك كلهم. بص لقى كام واحده؟ 199 واحده. طب انا عايز اغير ال 199 واحده دول، بدل ما هم الكلام اللي كان مكتوب ده عايز كده، واقول له خليها بدل ما هي فاي 10 خليها فاي كام؟ 12. حلو؟ ومجرد ما تقول له ريبليس اول يروح مغيرهم لك. ايه يا باشمهندس؟ يغيرهم لك كله كده. انت لو جيت بصيت بقت ايه؟ فايتنا. يبقى الامر ده وفر لك وقت كبير جدا ولا ما وفرلكش وقت كبير جدا؟ ده انت بدل ما كنت هتقعد تمشي على تكست تكست من دول. ونفس القصه بقى، انا لو عندي هنا دي كام؟ النموذج ده اسمه بي 12 في كام؟ في 70. انت ضغط عليه دبل كليك واخده كوبي. عايزينه يبقى النموذج الكاميرا بتاعتها بدل ما هي 12 في 70 خليناها 25 في 70. اروح كاتب امر فايند، وراح دايس هنا كنترول في، واروح قايل له يا هندسه فايند، راح مطلع لي كام واحده؟ 186. ال 186 دول في انهي بلان؟ ده في اللوحه كلها. لا انا عايز بقى اغيرها بس في بلان واحد، عشان انت عندك خمس بلانات محطوطين. هي اتغيرت الكاميرا بقت 25 في 70 بس مش في كل البلانات، بقت في بلان، اتغيرت في بلان واحد بس. اعمل ايه؟ شايف من هنا دي كده؟
فايند وير تمام، هتروح ضغط على العلامه دي، هو ظابطها على الانتاير دروينج. يعني ايه الانتاير دروينج؟ الرسومات كلها. تضغط على العلامه دي يجيب لك البتاع اللي هي بتاعه الطباعه، شبه البتاع بتاعه الطباعه. روح انا مختار دي، روح دايس له انتر. بص كده لو ما اقول له فايند هما كانوا كام؟ 189 بقوا كام؟ هما موجودين 26 مره في اللوحه دي. فانا لو عايز اغيرهم في اللوحه دي بس، روح جاي هنا كنترول في، لو سمحت خليها بدل 112 في 70 خليها في مثلا ونسميها عبد الله، ونروح قايل له ايه؟ ريبليس اول، ونروح قايل له اوكي، ونروح قايل له دان. لو جيت بصيت على اللوحه دي هتلاقي ان البيم تمام اتغير. ايه؟ اتغير يا باشمهندس، اتغير اسمها. لكن في اللوحه دي هتلاقي بي 1 عادي جدا وما اتغيرش ايه اسمها. يعني غيرها في كام لوحه؟ في لوحه واحده بس. صعبه؟ صعبه؟ كده احنا خلصنا الاوامر اللي احنا كنا عايزين. يبقى الفيديو ده احنا قلنا فيه من اول اوامر ايه بقى؟ من اول فيلت وليست بروبرتيز سيلكت سيميلر درو اوردر سيلكشن سايكل والكويك بروبرتيز والفلتر والفايند اند ريبليس.